أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة التاسعة من ليبيا الأحرار، والبداية بأبرز العناوين. إدانات مستمرة لحادثة مقتل العشرات بمرزق جراء قصف طيران حفتر، ومطالب بإجراء تحقيق في جرائم قواته بالمدينة. بعد صمت طويل، وزير الداخلية بحكومة أثني يتهم إرهابيين باختطاف سيرجيوا، ويقول إن أسرتها أربكت الأجهزة الأمنية. سلامة يدير استمرار قصف مطار ميتيغا من قبل قوات حفتر، والمشري يحمله تبعات القصف بسبب إحاطته الأخيرة. تتواصل الإدانات لحادثة استهداف مدينة مرزق بغارات جوية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، حيث دانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الهجوم وصفة إياه بالوحشي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن حفتر سينال جزاءه عن هذا الهجوم، معتبرة إياه جريمة حرب لا مبرر لها سوى ترهيب الآمنين وقتلهم وفق البيان. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه الأعمال التي تقوم بها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وإجراء تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر. كما دعت الوزارة حكماء المنطقة إلى الاحتكام لصوت العقل ونبذ العنف للخروج بالمنطقة من النفق المظلم، وألا يبقوا أسرى لأحقاد الماضي وفق تعبيرها. من جهته دعا مجلس النواب في طرابلس البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ موقف حيال ما يقع من جرائم في مرزق. وجدد المجلس في بيان له مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حجم تلك الجرائم والانتهاكات، والعمل على إدانة مرتكبيها وإحالتهم من القضاء للقصاص منهم، قائلاً إن هذا العمل اللا أخلاقي بقصف الممتلكات الخاصة والعامة فاق كونه جرائم حرب إلى جرائم ضد الإنسانية. وأبدى المجلس إدانته الشديدة لمثل هذه الأفعال، مؤكدا أنها لن تمر دون محاسبة، وسيتحمل من قام بها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام كل الليبيين وفق البيان. محليا أيضا، دان المجلس البلدي مرزق الغارات التي شنتها قوات حفتر على الأحياء السكنية بالمدينة، والتي أدت إلى مقتل 43 شخصا وأكثر من 60 جريحا، واصفا إياه بالهمجي. وحمل بلدي مرزق في بيان له حفتر المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته في فبراير الماضي أو التي ارتكبتها في الوقت الحالي وفق البيان. كما حمل المجلس غسان سلام المسؤولية عن الجرائم لوصفه قوات حفتر بالجيش الوطني، مطالبا المجلس الرئاسي باعتبار مرزق منطقة منكوبة وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمكافحة مرتكبي المجزرة وفق تعبير البيان. من جانبها، دانت الهيئة البرجاوية ما وصفته بالهجوم الجبان الذي نفذته قوات حفتر على مدينة مرزق، محملة البعثة الأممية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجريمة. وذكرت الهيئة البرجاوية في بيان لها المجتمع الدولي بأن سكوته وعدم تدخله كجسم حيادي ومستقل يجعله ممن يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة والمتكررة في كافة المدن، مطالبة الجهات ذات الاختصاص بضرورة الحزم والتعامل بكل قوة مع من يقوم بهذه الأعمال وفق نص البيان.
هذا ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حادثة قصف مدينة مرزوق بالطيران التابع لحفتر مساء الأحد، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات المدنيين في المدينة. وطالب الرئاسي البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات حفتر، داعيا أعيان مرزوق إلى الاحتكام للعقل والانتباه لما ترمي إليه قوات حفتر من إشعال للفتنة والنزاعات بين المكونات الاجتماعية بالمدينة. قتلى وجرحى بالعشرات، أغلبهم متوسطي الأعمار في مدينة مرزوق، بعد غارة جوية نفذها طيران مسير تابع لقوات حفتر الأحد استهدفت مبنى كان يجتمع فيه عددا من المواطنين في حي القلعة السكني الذي يقطنه مكون التبو. وحول أوضاع المصابين نتيجة الغارة والموقع الذي خرجت منه الطائرة، أكد عضو المجلس البلدي مرزوق محمد عمر للأحرار أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في المدن المجاورة، مرجحا أن تكون الطائرة التي استهدفت المدينة خرجت من قاعدة براك الشاطئ أو الجفرة وفق قوله. قوات حفتر تبنت القصف الجوي على مرزوق قائلة إن سلاح الجو التابع لها استهدف رطلا تابعا للعصابات التشادية قرب مدينة مرزوق وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة إثني. وفي أول رد فعل له حول هذه الحادثة، دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هذا القصف، محملا في بيان له قوات حفتر المسؤولية عنه وعن كل ما شهدته المدينة من اعتداءات وانتهاكات في فترات سابقة، وما آلت إليه الأوضاع في المنطقة الجنوبية بصفة عامة، مطالبا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهما وإجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في مرزوق. القصف الجوي جاء بعد يومين من الاشتباكات التي اندلعت في المدينة وأدت إلى مقتل 4 أشخاص من مكون الأهالي بعد اقتحام مجموعة مسلحة من مكون التبو حي المقريف وسط مرزوق بمدرعات جنود، وشنت هجوما بالمدفعية الثقيلة على الحي خلف خسائر مادية وفق مصدر محلي من مرزوق. في المقابل اعتبرت مصادر متعددة من التبو أن مسلحين منسوبين للأهالي استهدفوا أحد مواطني مرزوق من مكون التبو وأحرقوه داخل سيارته، ما أدى لإشعال فتيل الأزمة الحالية وانفلات الوضع في المدينة. اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع في مرزوق، حيث يقول كل طرف إن خصمه هو من تسبب في بدء هذه الأحداث الدامية التي تصاعدت وازدادت حدتها عقب دخول قوات حفتر إلى المنطقة الجنوبية شهر فبراير الماضي. ونبقى في سياق ردود الفعل، حيث قال الاتحاد الأوروبي إن الغارات الجوية على مرزوق أدت إلى مقتل مدنيين، مؤكدا أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية قد ترقى إلى جرائم حرب. وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف هذه الهجمات فورا وتقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة لمحاسبتهم، قائلا إنه يتوقع من جميع الليبيين دعم محاولات المبعوث الأممي لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وتطبيق هدنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفق البيان. انتهاكات جديدة في مرزوق، المدينة التي تعيش أسوأ أيامها بعد شبكات بين مكوناتها واستهداف طائرات حفتر لمبنى التقى فيه أهال من التبو خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وفق مسؤولين في المدينة. تصعيد دفع الأطراف المحلية والدولية إلى رفضه بشدة والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه. وعن مسؤولية ما حصل في مرزوق، حمل مجلسها البلدي حفتر المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته في فبراير الماضي والتي ارتكبتها في الوقت الحالي، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة مرتكبي ما وصفها بالمجزرة الأخيرة. وكذلك حمل بلدي مرزوق غسان سلام المسؤولية عن الجرائم لوصفه قوات حفتر بالجيش الوطني، مطالبا الرئاسي باعتبار مرزوق منطقة منكوبة. وبعد تبني قوات حفتر استهداف المبنى بمرزوق، حمل مجلس النواب بطرابلس حفتر المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا القصف، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حجم تلك الجرائم والانتهاكات ومقاضاة المتورطين فيها. دعوة وجهتها أيضا وزارة الداخلية التي طالبت المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الهجوم الذي وصفته بالوحشي وإجراء تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر، داعية في الوقت نفسه حكماء المنطقة إلى الاحتكام لصوت العقل ونبذ العنف.
وفي أول تعليق للاتحاد الأوروبي على قصف مرزق أكد في بيان له أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية قد ترتقي إلى جرائم حرب، داعيا إلى وقفها فورا وإلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة لمحاسبتهم في القصف الذي أدى إلى مقتل مدنيين. دعوات إلى التحقيق ووقف التصعيد في مرزق دفعت مراقبين إلى التخوف من أن تكون مماثلة للمواقف السابقة كلما اجتاح حفتر مدينة وسجل أضرارا وخسائر يصعب حصرها، فعند أي حصيلة سيتوقف حفتر؟ أو على الأقل قد تستبدل الأطراف إصدار البيانات تجاهها بمواقف فعلية تنقذ المدنيين. في السياق ذاته استنكر عدد من أبناء الجالية الليبية والطلبة المقيمون في دولة أوكرانيا ما سموها المجزرة التي وقعت مساء الأحد في مدينة مرزق جراء قصف طيران حفتر لمكون التمو. وطالبت الجالية في بيان مرئي لها المجتمع الدولي بفتح تحقيق مع قوات حفتر بشأن الحادثة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، كما دعا البيان حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤوليتها وتقديم الدعم اللازم للمدينة. نعلن عن استنكارنا بأشد العبارات بشأن المجزرة التي ارتكبت ضد سكان مدينة مرزق من المكون التبو جراء قصف طائرة عسكرية مسيرة تتبع لميليشيات حفتر راح ضحيتها أكثر من 44 قتيلا نحتسبهم عند الله شهداء، حيث تم قصفهم أثناء تجمع لمناسبة اجتماعية في حي القلعة. وتضاف هذه الجريمة إلى جرائم حفتر السابقة التي ارتكبت في حق أبناء التبو. هذا وتبنت قوات حفتر الضربة الجوية التي استهدفت مبنى في مدينة مرزق قائلة إنها استهدفت رتلا تابعا للعصابات الشادية قرب مرزق، وفق الناطق باسم حفتر أحمد المسمار. وهدد المسمار في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، هدد باستهداف مرزق بمزيد من الضربات الجوية في المدة القادمة، مشيرا إلى أن طائرات الاستطلاع التابعة لهم ما تزال مستمرة في مهامها فوق مدينة مرزق وحوض مرزق وفق قوله. قوات المسلحة العربية الليبية قادرة على تنفيذ أي واجب قتالي وفي أي لحظة مهما كان بعيد أو قريب من القواعد الجوية أو من تمركز وحداتنا المسلحة. وعليه أصدر سيدي القائد العام أمرا للقوات الجوية باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية مدينة مرزق. غرفة العمليات القوات الجوية أرسلت طائرات استطلاع وطائرات مسلحة إلى المنطقة وأنهت هذا العبث الأمني الكبير الذي يقوده حسن موسى. استهدفناهم بضربات جوية دقيقة جدا مبنية على معلومات من السطع الجوي ومن السطع الأرضي. وكانت عضو مجلس النواب عن مرزق رحمة آدم قد أفادت بمقتل 20 شخصا من التبو وجرح أكثر من 35 آخرين جراء قصف الطيران التابع لحفتر الذي استهدف المدينة أكثر من مرة مساء الأحد. وطالبت رحمة آدم في تصريح لليبيا الأحرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب والبعثة الأممية بفتح تحقيق في الجرائم التي تتعرض لها المدينة جراء قصف طيران حفتر. احتقان ومواجهات ومقتل أشخاص في مدينة مرزق، يقول كل طرف من أطراف هذا النزاع إن خصمه هو من تسبب في بدء هذه الأحداث الدامية. المرزقويون يقولون إن الاعتداءات في المدينة لم تبدأ اليوم، ولكن الجرائم العشوائية واستهداف سكان المدينة يتواصل منذ 2011، غير أن وتيرة هذه الجرائم ارتفعت منذ فبراير الماضي عقب دخول مسلحي الكرامة للمدينة بحسب مصدر محلي. ووفق المصدر ذاته فإن الاشتباكات التي تتكرر بين مكونات المدينة الاجتماعية ترجع إلى ضعف الأجهزة الأمنية واستئثار مكون واحد بمهمة تأمينها، مؤكدا أن الحل لما تشهده مرزق لا يكون إلا ببسط الدولة سلطانها على كامل المدينة وبناء مؤسسة أمنية قوية وممثلة لكل المكونات. مصادر متعددة من التبو اعتبرت أن استهداف مسلحين نسبوهم إلى الأهالي سائق تاكسي من مكون التبو وإحراقه داخل سيارته هو ما أشعل فتيل الأزمة الحالية وأدى إلى انفلات الوضع في مرزق بحسب تلك المصادر التي أرجعت فشل الغرفة الأمنية المشتركة في فض الاشتباك إلى عدم التزام مسلحين من الأهالي بوقف إطلاق النار
ما أدى إلى تدخل بعض قوات حماية الجنوب لدعم الاستقرار وطرد تلك المجموعات المسلحة من داخل المدينة، مؤكدين استهدافهم فقط للمسلحين الذين يتحصنون في حي المقاريف وحي بند الواح. المدينة تعرضت الأحد لقصف جوي من طيران تابع لخليفة حفتر بحسب عضو المجلس البلدي محمد عمر، أسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، وهو ما يعزز رواية التب بأن حفتر يستهدفهم ليمنعهم من المشاركة في الدفاع عن طرابلس في مواجهة عدوانه عليها وفق عدد من المصادر في المدينة. طرف النزاع متفقان على أن دخول مسلحي الكرامة إلى مرزق خلال فبراير الماضي كان بمثابة إطلاق صافرة البداية لهذه المواجهات التي يقتل فيها أبناء المدينة من مختلف المكونات، في انتظار أن تتدخل وساطات حكومية واجتماعية لتضع حدا لهذه الأحداث الدامية. استنكرت الباحثة في شؤون ليبيا بمنظمة هيومن رايتس واتش حنان صالح أو صلاح اتهام وزير الداخلية بحكومة الثاني إبراهيم بوشناف لجماعات وصفها بالإرهابية بمسؤوليتها عن اختطاف النائبة سهام سرجيوا. ووصفت حنان صلاح عبر حسابها في تويتر تصريحات بوشناف بغير المسؤولة، مطالبة بإلقاء الضوء بشكل عاجل على مكان وظروف احتجاز عضو مجلس النواب سهام سرجيوا. وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قد اتهم جماعات وصفها بالإرهابية وخلايا نائمة بالوقوف وراء عملية اختطاف النائبة سهام سرجيوا. وحمل بوشناف المسؤولية في قضية اختطاف سرجيوا لأحد أفراد أسرتها قائلا إنه أربك العمل الأمني بتصريحه بأنها غير موجودة بالبيت لحظة الهجوم وفق قوله. نحو 20 يوما على حادثة اختطاف النائبة سهام سرجيوا التي اختطفت في بنغازي واعتدي على زوجها قبل أن يتم اقتيادها إلى مكان مجهول، ولم تتوقف الإدانات الحقوقية والسياسية المحلية والدولية المطالبة بالكشف عن المتورطين في الحادثة. ورغم أن مديرية أمن بنغازي نفت علاقتها بالحادث ومعرفتها بحثياثه في حينها، وأن في خليفة حفتر بعد ذلك أثناء لقائه مع غسان سلامة علاقته باختطاف سرجيوا، إلا أن الجديد الآن هو اتهام وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف جماعات وصفها بالإرهابية والخلايا النائمة بالوقوف وراء عملية الاختطاف، مؤكدا أن القضية ما تزال قيد التحقيق والبحث حتى يغلق الملف بالكامل. البحث والتحري والاستقصاء كل الأجهزة تعمل إلى أن تصل بإذن الله إلى الحقيقة في هذا الموضوع، والحقيقة سوف تبسط للناس، ما في شيء يخفى. رواية بوشناف تأتي مخالفة لرواية شبكة CNN الأمريكية التي أكدت أن الكتيبة 106 التي يقودها نجل حفتر صدام والمعروفة أيضا باسم كتيبة أولياء الدم هي من اختطفت سرجيوا واعتدت على زوجها ومنزلها. رواية CNN أكدها برلمانيون للأحرار قالوا إن اختطاف سهام سرجيوا جاء على خلفية تهديد نواب مؤيدين لحفتر لها في القاهرة كونها رافضة للعدوان، فيما أصدرت عدد من النائبات في مجلس النواب بطرابلس بيانا حمل مسؤولية اختطافها لحفتر. أكثر من أسبوعين تقريبا على حادثة اختطاف النائبة سهام سرجيوا من بيتها وسط مدينة بنغازي وإخفائها من قبل مسلحين، ولا يزال مصيرها مجهولا حتى الآن رغم الوعود التي قدمها أغلب المسؤولين بالكشف عن مصيرها، والتي كان آخرها تأكيد سلامة بالإفصاح عن مصيرها قريبا خلال مقابلته مع ليبيا الأحرار. ولتسليط الضوء أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من كندا الناشط الحقوقي علي الجراري. أهلا بك معنا سيد الجراري. الرواية التي قدمتها الداخلية المؤقتة حول اختفاء سرجيوا بتحميل المسؤولية لإرهابيين، كيف يمكن تفسيرها؟ نعم، أهلا وسهلا بك سيدي فاضل، وتحية للمشاهدين الكرام في هذه الأوقات الصعبة. هو استمرار العبث بحياة المواطن وبالمعلومات التي يعرضها هؤلاء المسؤولون للمواطن. يعني المواطن في ليبيا
وفهنا وهنا بالدرجة الواضحة في بنغازي وفي شرق ليبيا وتحت قيادة خليفة حفتر وتحت قيادة الآن وزير الداخلية بوشناف، لا يتعرض فقط للإرهاب، لا يتعرض فقط للقتل، لا يتعرض فقط لمنع حتى العزاء، يعني يتعرض حتى للإهانة من ناحية المهنية والمعلومات. يعني المجموعة مسلحة وعدد منهم ملثم، وتكتب أولياء الدم على الجدار، ويكتب الجيش خط أحمر، وفي نفس الوقت نجد جثث 5 أشخاص منهم كبير في السن فاق 70 سنة من مدنيي بنغازي، ويمنع عزائهم كذلك من مجموعة مسلحة، بعضهم يرتدي يعني بعضهم ملثم وبعضهم متعري، يمنع هذا العزاء. ثم يأتي وزير الداخلية أو ما يسمى بوزير الداخلية ويقول إرهابيين، هو كذلك يصطدم مع الميليشياوي الكبير خليفة حفتر الذي ذهب لطرابلس ليخلصها من الميليشيات، فإذا به بوشناف هنا ينبهه أن هناك عدد كبير من المسلحين وممن يسمون أنفسهم بالجيش إرهابيين. فالمواطن العادي والكبير في السن والمرأة وعضو البرلمان المنتخب وزوج عضو البرلمان المنتخب وأبناء وبنات عضو البرلمان المنتخب يعتدى عليهم من عسكريين، ويعتدى عليهم من ملثمين، ويعتدى عليهم من وزراء الداخلية وجميع أنواع الوزارات الأخرى. أنا أتألم كثيرا للأطفال الليبيين، وأتألم كثيرا لكبار السن الليبيين، وأتألم كثيرا للعجز الليبيين من هؤلاء الميليشياويين ومن هؤلاء المسؤولين الكاذبين ومن صناعة حياة القتل حقيقة. يعني الشعب الليبي يحتاج لمساعدة. ما الذي دفعه لذكر هذه الرواية سيد الجراري؟ ما الذي دفع أن يقول هذه الرواية؟ حفتر قالها فيما مضى أن بنغازي تحررت من الإرهابيين، يخرج اليوم بوشناف يحمل مسؤولية الإرهابيين، نعم يعني بل يعني ويتحدث يعني على أنه العائلة سيد جراري. يعني اسمح لي فقط، نسأل البرلمانيين كيف يأمنون على أنفسهم في طبرق، كيف يعني هذه برلمانية؟ ثم الإجابة أتت بعد 20 يوم. يعني السي إن إن الأمريكية التي عندها يعني عندها أجندات إمبريالية ولا تكترث بالليبيين ولا تكترث بدماء الليبيين ولا تكترث بأموال الليبيين، قامت بعمل أعظم وأكبر من باتجاه البرلمانيين الليبيين وباتجاه النساء الليبيات وباتجاه من هؤلاء بوشناف. هذه CNN التي ليست موظفة لليبيا وليست مسؤولة، وقامت بهذا يوم السبت 20/7. ثم يأتي بوشناف بعدها ب20 يوم ليقول لك هذه. ما الذي دفعه لذلك؟ الخشية. نعم. الخشية من الصدام مع هذه الأجهزة التي تحدثت التقارير الإخبارية عن هي من نفذت عملية اختطاف النائب سهام سرجيوة، وبالتالي ما الذي يخفيه؟ هناك كثير ما يطرح سيناريوهات عن مصير سهام سرجيوة في ظل اختفائها حتى الآن. نعم يا سيدي الكريم، بنغازي وشرق ليبيا وليبيا عموما محكومة بسياسة الحديد والنار، وما تنتهجه الآن وتسمح به كذلك بعثة الأمم المتحدة. هذا الكلام أوجهه للنخب رجالا ونساء، لنا جميعا، لكم ولنا. بعثة الأمم تتفرج عليك وأنت تقتل، أنت تقتل الآن في مرزق، تقتل في كل مكان، تمنع عنك الكهرباء، تتفرج عليك ستيفاني ويليام، ويتفرج عليك غسان سلامة، ويتكلم غسان سلامة كبوق من أبواق حفتر، ويتهمك كحكومة شرعية في طرابلس أنك أحيانا توظف الإرهاب، ويستعمل غسان سلامة مطار ثاني لا يستعمل معيتيكا بما فيه إعطاء الضوء الأخضر لخليفة حفتر. ثم يأتي هؤلاء، يعني المهملون أمثال بوشناف لفقط يعني لتشويه المعلومات بطريقة إضافية
وفقط يعني وكأنه الآن يريد أن يبحث عن إرهابيين، لأن العمل الذي قاموا به ضد سركيوة لا يمكن تفسيره بأي طريقة قانونية. فكروا في هذا طيلة 3 أسابيع، فاضطروا لإخراج بوق من الأبواق الذين يعرفون للمواطنين على أنهم مسؤولين ليثير لك الناس. هل عندما يقول البوشناف إنه إرهابيين هم من يتحملهم هذه المسؤولية، هو بالتالي ربما يعفي نفسه من أي مسؤولية إن حدث أي مكروه لسهام سيرجيو، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تنطلي هذه الرواية على المنظمات الدولية التي دائما ما تندد بهذه العملية وتطالب حفتر بالكشف عن مصيرها؟ نعم، هو يفترض أن سيدة حنان صلاح التي ذكرته الآن يفترض أنها وجهت السؤال إلى خليفة حفتر. يعني هذه المنظمات كذلك وغسان سلامة وغيرهم يعني لن يقوموا على إيقاظنا بطريقة مباشرة. الذي كان مطلوب على بوشناف أن يقول أن كتيبة أولياء الدم هي تحت التحقيق، الذي كان مطلوب على بوشناف أن يقول أن الأرجح أن هذه ميليشيات عسكرية تتبع القيادة العامة. لو كان رجل يتحمل المسؤولية لقال هذه تتبع القيادة العامة. قد كتبت على جدار البيت، وكتبت أولياء الدم على جدار البيت، ومنع أولياء الدم العزاء لخمسة من الناس قتلوا. يفتح تحقيق بهذا الكلام. ولو كان هناك عقيلة صالح وعنده شيء من الرجولة وبرلمان طبرق عنده شيء من المسؤولية لقالوا هذه تفتح تحقيقات مع مدفوعات مسلحة تتبع القيادة العامة. وأن هذه الاعتداءات وتخريب الدولة والاعتداءات على 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 نساء والاعتداءات على منتخبين لا يسمح بها بأي على الإطلاق، ولو كان هؤلاء الأفراد ضد القيادة العامة، ولو كانوا ضد العمل المسلح ضد طرابلس، ولو كان حتى العمل المسلح في طرابلس ضد إرهابيين، فلن نسمح بهذه الاعتداءات. الناشط لو كان فعلا في المسؤولية وفي حياء من التاريخ وفي احترام للدماء واحترام للأدمية لقال بوشناف هذا صراحة. الناشط الحقوقي ولم يقل كلام متميع علي الجراري، كنت معي عبر الهاتف من كندا، شكرا جزيلا لك. دنا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة القصف المتكرر لمطار معتيقة، الذي قال إنه يعكس أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين وفق قوله. يأتي ذلك عقب رفض واسع لما جاء بشأن مطار معتيقة في إحاطة سلامة بمجلس الأمن، كان آخرها تحميل رئيس مجلس الدولة خالد المشري سلامة مسؤولية تكرر قصف المطار بسبب إحاطته. هذا واستهدفت قوات حفتر الأحد مطار معتيقة للمرة 15 على التوالي بالقذائف، وهو ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه ورحلات الحجاج قبل أن يتم استئنافها فيما بعد. بعد أكثر من 15 مرة على استهداف مطار معتيقة من قبل قوات وطيران حفتر، دان المبعوث الأممي غسان سلامة ما وصفها بالاستهدافات المتكررة التي تتواصل دون هودة منذ بدء العدوان على طرابلس، رغم دعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية. سلامة قال إن الضربات المتكررة ضد المطار تعكس أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين، معربا عن قلقه مما وصفه بالتأثير الأوسع نطاقا على المتضررين مباشرة من القتال. إدانة سلامة جاءت عقب دعوته الأسبوع الماضي في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى وقف استخدام مطار معتيقة عسكريا، وهو ما نفاه المجلس الرئاسي ووزارة المواصلات التابعة له بشكل قاطع، وأكدا مدنية المطار، كما حملا سلامة مسؤولية سلامة مستخدمي المطار. رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كان قد حمل في تصريحات خاصة للأحرار الأحد غسان سلامة تبعات القصف المتكرر للمطار بسبب المغالطات التي وصفها بالمتعمدة في إحاطته الأخيرة، والتي تعد بمثابة الضوء الأخضر لضرب المطار المدني وتهديد سلامة الركاب ومن بينهم حجاج بيت الله الحرام وفق المشري.
وبحسب المشاهد الواردة من المطار عقب القصف الأخير، فقد أدى استهدافه إلى إصابة عدد من الحجاج بحالة ذعر نتيجة سقوط أحد صواريخ جراد قرب صالة الانتظار الخاصة بهم أثناء انتظارهم رحلتهم إلى بيت الله الحرام. احنا دخلنا وحق صارت رهبة الحق، يعني والناس يعني يخاف الحق، ولكن الحمد لله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله مرت بسلام، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يسلم البلاد إن شاء الله. وبحسب مراقبين فإن ما يطرح التساؤل الآن هو سبب إصرار حفتر على استهداف مطار مدني يقدم خدمته لمليوني شخص على الأقل في غرب البلاد، وهو ما أكده سلمة في إدانته الأخيرة التي ذكر من خلالها بدعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية في البلاد. بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأحد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم جهود وقف إطلاق النار والدخول في هدنة في ليبيا. وتناول الجانبان بحسب بيان صادر عن قصر الإليزي دعم خطة الأمم المتحدة في استئناف الحوار بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وخليفة حفتر على أساس اتفاق أبو ظبي، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون كان قد تناول هذه الملفات مؤخرا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. أعلن رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية بكوريا الجنوبية التزامهم كممثلين للدولة ورعاة لمصالحها بالوقوف الرسمي مع حكومة الوفاق الممثل الشرعي لليبيا. وأكد أعضاء السفارة دعمهم لعملية بركان الغضب ومن وصفوهم بالثوار الأحرار، معبرين عن إدانتهم لموقف غسان سلامة الذي وصفوه بالمشين والمنحاز لممارسته الصمت الظالم ومساواته بين المعتدي والمدافع عن الشرعية وعن الدولة المدنية وفق قوله. وأكد الأعضاء استمرارهم في تأدية مهامهم والعمل لأعلى صوت البلاد وإيصال حقيقة العدوان على الدولة وخيار الشعب لكافة المنابر الدولية بحسب قولهم. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. بين الجهود الذاتية وقلة الدعم، المعاناة تحيط بأكثر من 23 ألف أسرة نازحة جراء العدوان على طرابلس. هدايح في جبلينا وفي جبل أولادنا، كمل أولادنا وكمل رجالنا وكمل مالنا وكمل رزقنا وكمل كمل جنابنا هناك. شو خلانا لا فتنا لا فلوطة، يضربوا الكستر. قعدنا دايحين وقعدنا رايحين، أولادنا دايحين وبناتنا دايحين، قعدنا اللولو شنو بيملنا. أعطيني أيين حاجة توك عيد، من هو اللي عنده باي باش يشري ضحية؟ في ناس عندها، لكن باي في ناس باي ما عندهاش. بيني عندي عيل تو عمره والنبي 3 سنين و4 سنين، وين يعرف حاجة واحدة يبي ضحية. أنا طلعتني من حوشي يدبر لي، دي لي أي حل، يردني لحوشي ونعيش كيف ما كنت. وكان جاتك يا دولة وقلت لك نبي أنا تو كلمني، لكن باش تجيت لوحني هنايا وتخليني وتقولي الله غالب، لا الله غالب مش علي، أنا مواطن، الله غالب عليكم أنتم. دبروا روحكم انتم، ديروا لنا حل، انت كدوله دير لي حل، انا مواطن ما عنديش من دير، انا نبي ناكل نشرب مستريح زي قبل، هل نبي بتردوا لي حوشه وكيف كعيد راهو تدبروا لنا فيها، ديروا لنا صغارنا قعدوا هكي ما عندهم شيء ولا حاجه. إدانات مستمرة لحادثة مقتل العشرات بمرزق جراء قصف طيران حفتر، ومطالب بإجراء تحقيق في جرائم قواته بالمدينة. بعد صمت طويل، وزير الداخلية بحكومة الثينية يتهم إرهابيين باختطاف سيرجيوا ويقول إن أسرتها أربكت الأجهزة الأمنية. سلامة يدين استمرار قصف مطار معيتيغا من قبل مسلحي حفتر، والمشري يحمل تبعات القصف بسبب إحاطته الأخيرة. أهلا بكم من جديد.
أفاد عضو لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق خالد مسعود بأن أعداد العائلات النازحة جراء الحرب على طرابلس بلغت أكثر من 23,000 عائلة. وقالت اللجنة إن العائلات النازحة خارج مراكز الإيواء بلغت 21,108 عائلات، بينما بلغت أعداد العائلات النازحة في مراكز الإيواء نحو 1,300 عائلة. مع مرور أكثر من 120 يوما على الاشتباكات المسلحة والعدوان على العاصمة طرابلس الذي شنه خليفة حفتر للسيطرة عليها، تسببت هذه الاشتباكات في نزوح آلاف العائلات من مناطق الاشتباكات جراء سقوط القذائف العشوائية عليهم. عضو لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق خالد مسعود أوضح في آخر إحصائية صدرت عن اللجنة أن عدد النازحين في مراكز الإيواء بلغ أكثر من 23,000 عائلة. اللجنة بيّنت أن العائلات النازحة خارج مراكز الإيواء بلغت 21,108 عائلات، بينما بلغت أعداد العائلات النازحة في مراكز الإيواء نحو 1,300 عائلة. وسبق للجنة العليا لشؤون النازحين أن دعت في وقت سابق البلديات كافة إلى تحمل مسؤولياتها وبذل مزيد من الجهود في مساعدة وتوفير الخدمات خارج مراكز الاستضافة وداخلها، مؤكدة أنها تبحث مع القطاعات المعنية بشكل مستمر بذل جهد أكبر لحل الإشكاليات والمختنقات المتعلقة بالنازحين. ومع استمرار أزمة النازحين وازدياد معاناتهم الإنسانية خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة، يشتكي عمداء البلديات بطرابلس الكبرى من قلة الإمكانيات المقدمة لهم من لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق، لتبقى أزمة النازحين ومعاناتهم بين الجهود الذاتية للبلديات وقلة الدعم الحكومي المقدم لهم. ونبقى مع معاناة النازحين، ومع اقتراب عيد الأضحى لا يزال النازحون من مناطق الاشتباكات بالعاصمة يعانون الأمرين نتيجة قلة الخدمات والمساعدات المقدمة لهم من الجهات المسؤولة بالدولة. هذا وجعلت هذه الظروف السيئة العائلات عاجزة عن توفير تكاليف فرحة عيد الأضحى لأطفالها. معاناة هذه الأسر نتابعها في سياق هذا التقرير. من الترف الحديث عن عيد الأضحى والابتهاج لدى هذه العائلات النازحة كرها عن بيوتهم، أكثر من 37 عائلة في هذا المركز بتجراء هم الآن في حالة غاية في السوء بعد أن تخلى عنهم الجميع. تو كعيد من هو اللي عندها باي باش بيشري ضحية؟ في ناس عندها، لكن باي في ناس باي ما عندهاش. بيني عندي عيل تو عمره والنبي 3 سنين و4 سنين، وين يعرف حاجة واحدة يبي ضحية؟ أنا طلعتني من حوشي يدبر لي، دي لي أي حل يردني لحوشي ونعيش كيف ما كنت. وكان جاتك يا دولة وقلت لك نبي وأنا تو كلمني، لكن باش تجيت لوحني هنايا وتخليني وتقولي الله غالب، لا الله غالب مش علي، يعني مواطن، الله غالب عليكم انتم، دبروا روحكم انتم، ديروا لنا حل، انت كدوله دير لي حل. يا رمت فينا ورمت في صغارنا ورمت فينا وجلانا من حوشاتنا وخلانا نلولوا، يا رب خذ الحق، يا رب خذ الحق، يا رب خذ الحق، يا رب خذ الحق. الله يحفظكم يحفظ اولادنا وبلادنا يا رب، الله ينصركم ينصر اولادنا وبلادنا ورجالنا وامه محمد يا رب. شن خلانا لفتنا لفلوطة، يضرب ويكسر، قعدنا دايحين أولادنا دايحين وبناتنا دايحين، قعدنا اللودو. بلدية تجراء تسعى في ظل الإمكانيات المحدودة لتسهيل ظروف الإقامة لهذه العائلات التي تتجاوز 3,400 عائلة بتعداد إجمالي يبلغ نحو 20,000 فرد، مقسمين على عدة مواقع وفي البيوت والاستراحات. تأمين استراحاتهم ومنازلهم في استضافة الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات. طبعا هناك مشاكل وصعوبات الحقيقة تواجه في عمل اللجنة، هي قلة الإمكانيات المادية وقلة الإمكانيات المساعدات التي تقدم لهؤلاء الأسر. نزوح وتهجير ومعاناة، هذا ما يلخص المشهد في تجراء وفي بلديات أخرى. ويبقى السؤال المطروح، إلى متى تستمر هذه المعضلة التي أتعبت الناس وأرهقت الوطن؟
أكد عضو لجنة الطوارئ المشكلة من الرئاسي فيصل قرقاب أنهم يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة لإعادة المياه إلى مدينة غريان في أقرب وقت ممكن. وأشار فيصل قرقاب خلال لقائه عميد بلدية غريان يوسف بديري إلى أنهم تواصلوا مع مصرف ليبيا المركزي لتأمين سيولة نقدية للبلدية قبيل عيد الأضحى المبارك. وأضاف بديري والقرقاب في إطار الشراكة ما بين بلدية غريان والمؤسسات الحكومية أن العمل جار لوضع آليات تنفيذية لمعالجة انقطاع المياه والكهرباء والنظافة وكافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سكان المدينة. ولازلنا في غريان، حيث تسعى مديرية الأمن وفق مسؤوليها لتنفيذ الخطة الأمنية التي أعدتها لإعادة الوضع الأمني في المدينة إلى سابق عهده. ووفق الجهات الأمنية في غريان، فإن هدفهم في الوقت الحالي هو المجاهرة بالأمن وعودة الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية لممارسة أعمالها. رانا احنا جايين هنا للعمل، مش جايين راهو للسيطرة ولا جايين للترفع على حد، جايين بنقفوا سايبين صغارنا ومسايبين بيوتنا من أجل خدمة هذا الوطن. مدينة عانت ما عانت ويكفي من هذه المعاناة، والناس تنتظر فينا بالكامل، تنتظر في الشرطة، في الشرطة تنزل الميدان. بهذه الكلمات التشجيعية استهل مدير مديرية أمن غريان العميد عمر الخضراوي الجمع الصباحي لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن بالمدينة قبل الانطلاق لتنفيذ المهام المناطة بهم في إطار خطة المديرية للمجاهرة بالأمن في غريان. اجتماعات مكثفة جمعت مدير الأمن بمسؤولي مراكز الشرطة ولجنة الطوارئ وممثلين عن المجلس البلدي، وذلك في ظل التعاون بين مؤسسات المدينة لتحقيق الأمن للمواطن. الآن بفضل الله يعني في خلال 3 أسابيع استطعنا أن نوضع حجر أساس وكذلك شيء على الأرض. عندنا دوريات الآن تم تفعيل قسم المرور بطريقة اللي هي البدء بالداخل ثم انتشار في الأطراف. أعطينا التعليمات لجميع الأقسام اللي في المدينة بالعمل من داخل مدينة غريان حتى يكون، لأن الأعداد كانت في البداية بسيطة فلتكتير العدد في داخل المدينة وخاصة المناطق المزدحمة، وأدوا واجبهم بشكل جيد يتواجدوا في الطرقات من الساعة 8 صباحا. تفعيل قسم النجدة ويبقى إلى ساعات متأخرة من الليل بسيارات نفس الشيء، عدد حوالي 3 أو 4 سيارات فقط. وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بدورها قدمت دعما استثنائيا للنهوض بمديرية أمن غريان عقب الأحداث التي شهدتها المدينة. من جهته أصدر مدير الأمن قرارا بإنشاء لجنة للطوارئ بالمديرية من مهامها الوقوف على أبرز الاحتياجات لمديرية أمن غريان في ظل الظروف الراهنة. المهام اللي مكلفة بها اللجنة هي حلحلة المشاكل والمعوقات لتعوق الأمن داخل البلدية، منها الدوريات كيف تحل مشكلة الدوريات، القضايا اللي في المراكز كيف تنفتح المحاضر وكيف يتم استدعاء الناس، في معوقات فيها أمور ملخبطة. القصة هذه احنا نديروا لها حلول وإن شاء الله نمشوا العمل على أحسن ما يرام بعون الله باش نحلوا مشكلة الأمن داخل المدينة إن شاء الله، تكون أمور طيبة إن شاء الله بعون الله. تحديات كبيرة تواجه مديرية أمن غريان لملء الفراغ الأمني بالمدينة عقب تحريرها من قبضة مسلحي حفتر، وذلك بتنفيذ مراحل الخطة الأمنية على أمل تحسن الوضع الأمني تدريجيا خلال الأيام القادمة. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، غريان. أعلنت الشركة العامة للكهرباء تمكن موظفيها من إدخال الوحدة الثانية بمحطة مصرات المزدوجة مع مولد البخار الخاص بها إلى الشبكة العامة للكهرباء. وأضافت الشركة عبر صفحتها بفيسبوك أن القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة تقدر ب 350 ميجاوات.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أكدت قيام مجموعة وصفتها بالخارجة عن القانون بإرجاع التيار الكهربائي بالقوة بعد دخولها إلى محطات تحويل شرق طرابلس وكعام والخمس يوم الأحد. من جهة أخرى، أعلنت شركة الكهرباء نجاحها في إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل في المنطقة الجنوبية تدريجياً بعد حالة الإظلام التام اليومين الماضيين. لا يكاد يمر يوم دون أن تعلن شركة الكهرباء عن دخول مسلحين إلى محطات التحكم التابعة لها. هل هو أمر متعمد أم أن الشركة تواجه سخط المواطنين جراء فشلها في توفير الكهرباء والذي امتد سنوات؟ في تفاصيل آخر عمليات الاعتداء، أكدت شركة الكهرباء دخول مجموعة مسلحة إلى محطات تحويل بوكماش، ما نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية وانقطاع الكهرباء عن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب سرمان. عمليات الاقتحام طالت أيضا محطات تحويل شرق طرابلس وكعام والخمس، حيث عمد مسلحون هناك لإرجاع التيار الكهربائي بالقوة بحسب شركة الكهرباء، التي أكدت أيضا أن مثل هذه التصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة تتسبب في انخفاض التردد، الأمر الذي سيؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة وتهديد استقرار الشبكة الكهربائية. وعلى وقع عمليات الاقتحام، عادت الشركة لتؤكد نجاحها في إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجيا، مشيرة أن العمل جار على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة أوبار الغازية. وترجع شركة الكهرباء حالة الإظلام التام خلال اليومين الماضيين إلى عدم استجابة بعض المدن والمناطق لبرنامج طرح الأحمال والاعتداءات المتكررة على محطات تحويل 220 كيلو فولت، فضلا عن إرجاع التيار الكهربائي بالقوة. الشركة قالت في بيان لها إن بعض وحدات التوليد ما تزال خارج الخدمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمل جاري من قبل المهندسين والفنيين على إعادة تشغيل هذه الوحدات وإدخالها على الشبكة الكهربائية. وتعاني شركة الكهرباء في الآونة الأخيرة من تكرار تضرر وحدات ومحطات التوليد ودوائر نقل الطاقة جراء تعرضها لإطلاق النار نتيجة العدوان على طرابلس، فضلا عن مشاكل أخرى مزمنة تتعلق بمغادرة شركات أجنبية قبل استكمال مشاريعها في الطاقة بسبب تردي الوضع الأمني. بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العساوي مع وزير المالية فرج بومطاري فكرة تنفيذ مشروع مترو أنفاق طرابلس وشبكة الحافلات المكملة له. وقال العساوي إنهم سيعملون على عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وآلية تنفيذها في الدولة الليبية تحت مظلة القانون رقم 9 بشأن تشجيع المستثمرين. 10 مليارات يورو هي تكلفة مشروع مترو الأنفاق بطرابلس الذي سيوفر حوالي 40,000 وظيفة مباشرة وتدريب ما يقرب من 12,000 متدرب بحسب ما صرح به وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي. مشروع مترو الأنفاق الذي أعلن عنه العيساوي خلال مؤتمر صحفي بطرابلس جاء بعد عقد اجتماع مع مجموعة من المستثمرين لبحث الاستثمار في شبكة النقل بطرابلس الكبرى دون ضمانات أو تمويل من الدولة. العساوي كشف عن آلية جديدة لتمويل المشروع من خارج الميزانية العامة للدولة التي لا تستطيع تحمل تكلفة مثل هذه المشاريع نظرا لتذبذب أسعار وإنتاج النفط، مشيرا إلى أنهم يتابعون مع المستثمرين والمهتمين بالعمل داخل ليبيا التي ستتجاوز محنتها والظروف التي تمر بها حاليا حسب تعبيره. هذا الاجتماع اليوم إن دل على شيء يدل على أن ليبيا بلد واعد، على أن الظروف الحالية ليست هي المعيار للتعامل مع ليبيا، وهناك فرص كبيرة للاستثمار والعمل في ليبيا. هذا المشروع في 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 برنامج المتكامل يقدر بحوالي 10 مليار يورو و10 مليار دولار إذا استكمل كل مراحله، وسيولد حوالي 40,000 وظيفة.
فكرة المشروع تعتمد على 4 خطوط تحت الأرض وشبكة للنقل بالحافلات فوق الأرض ومكملاتها من مشروعات البنية التحتية المتزامنة مع المشروع، مثل شبكات الصرف الصحي وكوابل نقل البيانات والكهرباء، إضافة إلى تفصيل الجدول الزمني المقترح للتنفيذ في حالة إصدار القرار اللازم بالإذن للدخول في المشروع كاستثمار من الهيئة. وأوضح وزير الاقتصاد علي العساوي أن الدولة ستقدم ضمانات أمنية وتسهيلات لأي شركة راغبة في العمل في ليبيا، مشيرا إلى صعوبة تحقيق نهضة عمرانية واستثمارية واقتصادية في البلاد من خلال موارد الدولة وحدها حتى إذا كانت الأوضاع طبيعية والإنتاج النفطي في أعلى مستوياته، فالبلد يحتاج إلى مشروعات ضخمة تتطلب أموالا كثيرة وكبيرة وفق قوله. أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية محمد جنيو تخفيض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 7% لجميع الرحلات على متن الشركة. وأوضح جنيو في تصريح لليبيا الأحرار أن قرار تخفيض الأسعار جاء بعد قرار المجلس الرئاسي تخفيض الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 163% عوضا عن 183 المقرر أواخر العام الماضي. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط إكمال صيانة بالمنصتين الثالثة والرابعة في حقل البوريا البحرية الواقع على بعد 120 كيلومترا شمال غرب طرابلس. وأشاد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في زيارته لحقل البوري بإنجاز الصيانة قبل الوقت المحدد، قائلا إن الحقل حقل البوري الذي ينتج 30,000 برميل يوميا له دور هام في تأمين قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج نظرا لتواصل الأعمال العدائية داخل البلاد. وشملت الصيانة وفق موقع مؤسسة النفط إصلاح صمامات الضغط العالي وتحديث خطوط الأنابيب وصيانة الأبار وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في الحقل. أقامت وزارة العمل ورشة عمل بعنوان دور القيادة في إدارة الأزمات بهدف تأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم. وتستهدف الورشة التدريبية التي أقيمت بالتعاون مع المركز العربي للموارد البشرية مديري المكاتب بالوزارة عن طريق تلقي تدريبات حول رابط الخبرات والتعاون بين مكاتب الوزارة في مختلف المناطق. في هذه الأثناء أيضا تقام عدد من الدورات التدريبية التي تشرف عليها وزارة العمل والتأهيل، منها برامج تدريبية في مركز رفع الكفاءة المهنية في مدينة الزاوية والمتعلقة بفعاليات أو صيانة السيارات. هنالك أيضا برنامج تدريبي سينطلق خلال الأسبوع القادم وهو المعهد أو المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد، واللي حيقدم سلسلة من التخصصات منها طبعا التخصصات المهنية على وجه الخصوص. من خلال اطلاع المركز العربي بمهامه المنوط بها وتحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها، يقيم المركز العربي هذه الدورة لرفع كفاءات أو رفع كفاءة مدراء الإدارات بوزارة العمل ومراكز والجهات والمراكز التابعة للوزارة. تستضيف دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين في طرابلس نحو 70 سيدة ممن يحتاجن لوفاء المجتمع الذي قدمن له أعمارهن وجهودهن لخدمته في شبابهن. ورغم غياب الحوافز والعلوات وقلة الإمكانيات، إلا أن القائمين على الدار يستعدون هذه الأيام لتوفير كل ما يلزم لعيد الأضحى المبارك لخلق أجواء عائلية بهيجة للنزلاء وتعويضهم عن غياب الدعم الأسري. في مبنى لا يليق بالعجزة والمسنين يقيم 71 نزيلا ونزيلة، ويوفر لهم القائمون عليه سبل الراحة والأجواء العائلية في هذه الأيام، خاصة على مشارف عيد الأضحى المبارك. نادي أمهات نبات مش هنقصروا معه، الجميع يقوم بوجههم عليكم الوجه، وهذه حاجة بيننا وبين ربنا، احنا ما بيقدرش حد يزيد علينا ولا يحاسبنا، احنا قايمين بواجبنا عليكم الوجه ونشتغلوا في ظروف صعبة، ظروف صعبة جدا جدا، يعني للأمانة باش نبدأ واضح معك ظروف صعبة نشتغلوا، فاحنا فعلا ظروف صعبة بصدق وبأمان، ومع هذا مش حنوقف، مش حنخلوا حد. احنا حاليا نشتغل من غير دكتور، تصوري انت في الوضع هذا كم من سنة انا نشتغل من غير طبيب داخل الدار، من غير دكتور. صعوبات ونقص في الإمكانيات تحيط بالمشرفين على الدار،
أمام الالتزام بتقديم الخدمات اليومية يقابلها تقدير النزلاء للجهد المبذول لأجلهم في براح قضت تصاريف القدر أن يكون بيتهم الذي يعوضهم عن غياب الأقارب. دار الوفاة للعجزة يشيها الإنسان اللي مضطر، يعني هي آخر حل، وهذا نظام يعني عالمي ونظام يعني يستحق لأي واحد. فيجي الإنسان هنا بعد ما يتقدم بطلب ويطلعوا للبحث الاجتماعي وشوفوا ظروفه، إذا كان ينطبق عليه الشروط تنطبق عليه الشروط، فيجي هنا وطبعا يلقى كل الخدمات. قرار صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بنقل تبعية الدار لصندوق التضامن الاجتماعي استبشر به الموظفون هنا والعاملون بعد سنوات من السعي لاستصداره. احنا كنا في البداية طبعا صندوق التضامن الاجتماعي، وكانت في يعني يعطوا فينا في ميزة بسيطة، يعني مبلغ بسيط يعني يعتبر فوق المرتب كحافز يعني، بس يعني من قبل 2002 بعد ما انتقلنا لوزارة الشؤون الاجتماعية ضاعت عنا المميزات، ووزارة الشؤون الاجتماعية ما حاولش ان تواكب الشيء اللي كانت تديه فيه صندوق التضامن، مما ادى الى زي ما طرح استاذي نائب مدير الدار سيد رضا بالخير المجمل من الاوضاع اللي قاعده نعانوا فيها. مسؤولية سامية حملها القائمون على الدار بكل حب لصون النزلاء وتوفير الحياة الكريمة لهم بعدما افنوا اعمارهم للمجتمع حتى وهن منهم العظم واشتعلت رؤوسهم شيبا، بعضهم لا معيل له، والبعض الآخر صدمته الأيام بجحود أكبادهم ونكران حقهم من الأقارب والأباعد، فلا أقل من تقديم الدعم لهم والحوافز للقائمين على خدمتهم. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكماشي، طرابلس. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، وتذكير بأبرز ما جاء فيها. إدانات مستمرة لحادثة مقتل العشرات بمرزق جراء قصف طيران حفتر، ومطالب بإجراء تحقيق في جرائم قواته بالمدينة. بعد صمت طويل، وزير الداخلية بحكومة إثنية يتهم إرهابيين باختطاف سيرجيوا ويقول إن أسرتها أربكت الأجهزة الأمنية. سلامة يدين استمرار قصف مطار ميتيغا من قبل قوات حفتر، والمشي يحمله تبعات القصف بسبب إحاطته الأخيرة. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا، زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في، وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكر لكم طيبة وكرم المتابعة، هذه تحية منا لكم، دمتم بالخير.